في عام 1650، يعني 1655 57 53، بحثنا ما خلانا نوصل للرقم الدقيق لهذا العام، لكن الأكيد اللي هو في القرن 17 كان في شلة تجار، مجموعة تجار ضبوا الأغراض، ركبوا السفينة ويلا يا تجار. قبل ما نحكي القصة دقيقة بس، الفريق الأعداد تبع المونتاج والكراكيب، ليش أنا بدي أطلع هون؟ ليش قلت لي أطلع هون ورسمت لي الزاوية إنه هون لازم تطلع؟ طيب ليش ما أطلع هون وهون في كاميرا؟ يعني ليش أنا بدي أطلع إنه صورني بدون ما أحس؟ صورني وأنا حامل ورد، صوري طيب وأنا عامل هيك، إنه ليش تطلع هنيك ما هون وشكلت عيوني وأنا عم بطلع هنيك؟ خلونا نبلش. جزر الكنار او كناري ايلينز خلينا نقول عنها، او جزر الكنار، ليش على اساس انه انا فاشل بالانجليش يعني، بس البحث عم نحكي نحن. فكانوا هيدول التجار جايين او رايحين، لكن كانت هي جزر هي محطه للمونه، ياخذوا مونه مشان يكفوا الرحله لا الى اخره. والله نزلوا هالتجار من دون كسل، فردوا هالمنقل شوي يلا فهم ابو عبد جيب لك شويه حطب كذا، هن عم يسمعوا صوت كثير حلو رائع جدا، هذا الصوت حلو حلو يلا بسم الله، بلا شوي بلا بطيخ كركبنا الهي وصدنا هذا الطائر، قبل ما نقول كناري صدنا هذا الطائر قفص. فكروا مثل ما نحن هلا بنفكر، وينك يا اسبانيا بلا تجاره بلا برا، بس ووب على اسبانيا، وبلش بيع هذا الطائر باسعار بهذاك الوقت، يعني كانه لما تذكر ادوبك يقول لك والله نحن بيتنا اشتريناه يا ابني ب 400 ليره. نعم 400 ليره، و 400 ليره احنا يا دوب تعبينا وحده تماما. فهن باعوا هذا الطائر بأرقام خيالية بهذاك الوقت، لأنه كان نادر وصوته رائع جدا جدا جدا، وسرعان ما تأقلم في القفص، سرعان هذا الطائر ما تأقلم بالقفص، وأول من دفع ثمنه كاش وشندي ومو تقسيط وديني، أول من دفع حقه هن القصور الملكية الإنجليزية أو المملكة الإنجليزية بهذاك الوقت. فأول من ملك هذا الطائر هي الملوك الإسبان والإنجليز، والإنجليز خاضوا فيه تحديدا السلالة الملكية تبع الحجة إليزابيث، والجدود تبع السلالة تبع القديمة هن أول ما انخاضوا بهذا الطائر. فالله يخليك أنت، يعني لا أحد يقول لك مربي طيور وتخجل تحمل قفص، عمل هيك ركز حالك، أيوه نحن سلالة ملوك، هي المهنة هي الهواية نحن أبن عن جد، الله يرضى عليك من إليزابيث لعنا لهون نحن عم نتوارثها، أيوه ما تقعد تعمل لي فيها يي جوزي بربي طيور كان شو بربي شو عم يربي جرادين. انتبهوا شو عم نحكي بقى هلا، هي المعلومة اطلق عليه اسم الكنار. طبعا السؤال، تفضل السؤال، لماذا سمي طائر الكنار؟ او السؤال الاحلى منه والمدسم اكثر منه، لماذا سميت جزر الكنار؟ مع انه ما شغلتنا فيه، هي معلومه الحشوه حطوها هيك بصندوق والحشوه على جنب. جزر الكنار حسب البحث الكتاب تبعنا نحن، كمان ما رحنا جزر الكنار وعدنا سألنا اللي ميتين بالقبور، لا كمان نحن بحثنا ودرسنا المعلومة، نحن آخر شيء قريناها ما اكتشفناها، مو تواضع لكن الحق يقال، نحن آخر شيء معلومة قريناها وترجمناها وفهمناها. فجزر الكنار ما يعني جزر ليش اسمه جزر الكنار؟ تلاقي بحث اثنين ثلاثة سمي جزر الكنار لوجود طائر الكنار بها، سمي جزر الكنار لانتشار الكنار، وفي ناس مفكرة والله انه الجبوشة بيطير هنيك واليوركشاير هنيك بيطير هنيك هنا موجود، والله العظيم ما بنطول بالحكة كتير. سمي جزر الكنار او جزر الكنار او كناري إيلينز اذا قلبناها على اللاتيني وفوتناها، هي ثلاث اربع ترجمات بدك تقلبها من الانجليش للاسباني ومن الاسباني لللاتيني، بتترجم معك وبتطلع ما في منها، بتطلع عندك جزر هي بالكلاب، جزر الكلاب تخيلوا. فكانوا السكان الاصليين لهي الجزيره يقدسوا او يقدسون شيء اسمه الكلاب البحر، او في تكهنات، لانه هي كلياتها قصص منقوله، يعني حتى الكتاب هو عم يقول يمكن هيك يعني، بس الاكيد ها انه ما اسمه جزر الكنار مثلا طائر الكنار. ليش؟ لانه اسمه جزر الكنار قبل 1600 والكراكيب هذول قبل بكتير، فطائر الكنار ما خلق اسمه كنار، اوكي؟ طائر الكنار سمي طائر الكنار نسبة لهي الجزيرة، لكن الجزيرة هي ما دخلها اطلاقا مثل ما كل العالم تعرف انه هي اسمها جزر الكنار،
بسبب وجود اعداد كبيره من الكنار، هي البحوث الموجوده طبعا اللي قريناها من قبل. لا ما دخل هذا الحديث. فكان السكان الاصلي مو شاريين الكنار بثلاث ليرات مثل ما نحن بنسمع الشحرور والبلبل والعصفور الدوري، هن هيك بيسمعوا عادي، ما كان مؤثر. كانوا متاثرين كثير بالكلاب، حتى في عندهم لما بتفوتوا تبحثوا اكثر في عندهم المتاحف المنحوتات تبعهم كلياتها عن كلاب البحر والكلاب والامور هي كلياتها. فجزر الكنار بالانجلش للاسباني لللاتيني هي تسمى جزر كلاب او جزر كلاب البحر. طائر الكنار ما اسمه هيك انه نزل هيك من السماء اصلا، لا سم بالنسبه لهي جزيره. فمعلومه اللي عنه انه الكناري اسمه جزر كناري نسبه للطائر هي معلومه غلط. اوكي، يقسم الكناري الى ثلاث اقسام، لكن قبل ما نحكي بالاقسام الكناري خلونا نرجع كمان شوي ونقول بعد ما الانجليز احتكروا وكان يبيعوا فقط الذكور بس، ما كان يبيعوا اناث، وكان اللي بيهرب انثى طبعا. كمان هي مقاله انه في يعني الترجمه مقاله 2-3 بيقول لك يمكن هي ويمكن هي ويمكن هي، انت اختار اللي بدك. يعني الكاتب او مجموعه هي تقريبا الكتاب مؤلف من اكثر من 80 هاوي وطبيب بيطري والامور هي، فبيقول لك يمكن ويمكن ويمكن. فيقال انه اي خادم، او يقال كمان انه خادم بالقصر بيهرب انثى تقتل او قتلوه او هيك شيء. كلام المقوله اللي انا اقتنعت فيها انه كان يهدوا الكناري الذكور لانه الانثى شو له شغل فيها، ما له شغل، لا بتغرد ولا بتبطخ ولا شيء، فكان يهدوا فقط الذكور. لكن بعدين الرهبان حصلوا على الاناث وبلش التزويج الانجليز. فلذلك اذا لقينا نحن اصول كناري الشكل اغلبها جاي من انجلترا، تمام. اسبانيا المشحره اللي ليكا عند الكوع جزر الكناري عند يمكن 3-4 انواع مشهوره فيه، من بيناتهم الجيبوس اسبانيول. بعدين حصلوا على هي او هذا الطائر من هن اللي طحشوا العالم كله، ان هن الطليان. فاذا نحن بدنا نحكي على الانتاج، لا الطليان رقم واحد ايطاليا. اذا بدنا نحكي على الاهتمام، لا اول ما اهتم فيه ودار باله عليه هي انجلترا. الدرجه الثانيه الاسبان، لكن انجلترا ما كان للشعب، كان فقط للملوك للقصور، واسبانيا كذلك. لا، يقسم الكنار الى ثلاث انواع: كنار الشكل، كنار اللون، وكنار الصوت. كنار الشكل مثل ما نحن كلنا بنعرف اليوركشاير، اي اختلاف بالشكل هذا طائر شكل. يعني بلدي منبر ما اسمه كنار لون، واذا خدمته وعملته لا خلاص اسمه كنار شكل. حتى الموزايك اذا طلع له انبرة قلب اسمه الستافورد، هيك قلب قلبي واحدة، مو موزايك منبر، لا ستافورد هيك دغري قلب، خلاص صار اسمه طائر شكل. اي تغيير بالشكل الكنار فهو يعتبر كنار شكل. اصل الكنار لما اكتشفوه العانين سيران، اصل الكنار هو اسود اصفر، او باللغه العاميه هو الزيتي، تمام. مثل ما احنا بنشوف شو بتسموه انتم، خضري ما ادري شو بتسموه، يعني في عصفور التين ما ادري، هي الوان الكنار كانت فقط. يعني ما كان فيه اصفر ما كان فيه احمر كان فيه فقط الطائر الحبشي. الكل عالم هلا يعني لا حبشي، لا بعدني عنه ما بدي. كيف لك ان طلعت الالوان هي ومن وين اجت هي الالوان؟ ما حدا بيعرف. ما هي عباره عن اخطاء او خلل جيني متوارث، ببساطه ما بدنا نفوت نحن بتعقيدات العلم اكس واي واي اكس، ما بدنا ننسخ ونعطيكم وانتم اكس واي واي اكس، لا ما بدنا نحن نكون مثل ببغاء، بدنا نفهمها. هي عباره عن اخطاء او خلل جيني بالتزاوج، لكن الكنار اصله هو اسود. وليش عم نحكي علميا؟ لانه هلا بقول ليش، ليش ما بتقول حبشي مثلا؟ ليش ما بتقول زيتي؟ طيب اوكي رح نرجع نحن نقول زيتي ونقول حبشي، لكن علميا هلا بقول ليش. الزيتي او الكنار الزيتي بالعاميا هو او الخضيري بسموه او الحبشي، هو اصله اذا طلعنا عليه حبوب ميلانين سوداء وارضيه صفراء ليمونيه كهربائيه. اول خلل عمل هيك بوم، حصلنا على كنار اسمه كنار الرمادي او اسود ابيض. شو صار؟ اتاكسد اللون الاصفر، رجع درجة لورا، طلع لنا الأبيض. الخطوط الميلانين ظلت مثل ما هي وطلع الأبيض فجأة. طلع اللون الأبيض من قلب بسبب تأكسد وتنحي، إنه اللون الأصفر قال لهم خاطركم إنه هي القصة ما عاد تمشي معي. إسبان وإنجليزي وإيطالي مخاطركم. طلع اللون الرمادي خلينا نقول. طيب، اللون الأصفر كيف إجا؟ صار في تركيز بيني وبينكم لسه، هو اليوم الموضوع كثير صعب، معقد. بوم، طارت الميلانين، وين راحت؟ والله ما بعد عند الانجليز ساعة، خاطركم. ضل اللون الأصفر اللي هو الكنار لما انوجد هو يتألف من لونين أو صنفين أو صبغيتين أو شو ما بتكون سموها،
حقل اسمه ميلانين وحقل اسمه ليبوكروم. الارضيه اللي بكروم اللي هي البطن، واللون اللي بين الميلانين، الميلانين اللي هو الخطوط السوداء اللي موجوده بطير البني، الماوردي، الرمادي، الحبشي. هي الخطوط بتجي سوداء مسنيه ومحنك ومدري شو، هي نفسها، فهي اسمها ميلانين. فتاكسد الميلانين طلع لنا طائر اسمه كنار اصفر. اوه طيب الكنار الابيض الله ما كيف اجى الكنار الاصفر اللي طلع لما تاكسد الميلانين وراح الاسود ضل اصفر، الاصفر تاكسد كمان. قال لكم دينو ولي دي ما بعد عند الطليان، انا ابو الطليان ماني صاحبي خالص، وتغركت ومشي، ضل اللون الابيض. طيب الابيض شو اذا شو يعني شو اذا راح شو بنس... ليش يعني ليش ابيض ما عند راح لانه خلصت لهون وبس. الابيض بسموه انه ولا شيء خلاص. فلذلك نحن على طول بنقول ابيض سائد ابيض، تذكروا هاي الدروس، ابيض سائد اسحق، ابيض متوسط يفوض ضعيف، الابيض بارد مناعته قليله، لا تزوج ابيض سائد، لا ابيض سائد تزوج متنحي. ليش؟ بسبب هي التنحيات اللي عم تصير بين الاجيال بسبب الاخطاء الجينيه، خلينا نقول عن او التاكسد اللون، تاكسد اللون. يعني مثلا اول شيء اول ما طار مثلا الاسود ضل الاصفر، طار الاصفر ضل الابيض. لكن اصل الكنار ما في كنار ابيض كنار اصفر كنار، ما في الامور كلها. هو كنار عباره عن زيتي حبشي، شو بدكم تسموه، خضيري، شو بدكم تسموه، هذا اصل الكنار اللي انتم عم تهربوا منه هلا. ايه ما بدي حبشي انا. فيسمى هو جد الكنار، الجد الاكبر الحبشي، الجد الاكبر للكنار. اكسد لون الاسود شو صار؟ اصفر. برافو. اكسد لون الاصفر شو صار؟ ابيض. طيب هي حكينا بالميلانين، اذا نحكي بالليبكروم، طيب اكسد اللون الاصفر لانه هو اسود اصفر، اوف صار عندنا رمادي او اسود ابيض. ليش الاسود ابيض كمان بينطبق عليه قاعده العام القاتل نفسه تماما ينطبق عليه، نفس العام بينطبق عليه. لذلك احنا بنقول طيب اللون الاحمر منين اجى؟ اللون الاحمر هي اجت بسبب تزاوج، طبعا هي معلومه كلكم تعرفوها، مجرد عم نعيد نحن. السكسن الفانزويلي مع الكنار اعطى طائر او فرخ غير عقيم، الكروموسومات حبت بعض. كيفك شو اخبارك، انا من طرف السكسن الفانزويلي. ايه والله انت ابن عمي بتصير من جدي. اوكي فما صار في انه كروموسومات فاتت ببعضها، لا اتفقت الكروموسومات بين السكسن الفانزويلي والكناري واعطونا، انتبهوا ما اعطونا كنار احمر، لا 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 اعطونا كنار اسود احمر، اسود احمر. وهذا الجين بيقول لك انا والله ما بطلع لك دين ولي دين لتقدم لي صبغيات من هون لهون، والله ما بطلع، والله حالي بالطلاق، انا كلون احمر ما بطلع تعطيني صبغيات. لك يا ابن الحلال طليان ما عندهم، والله ما ليكن بسوريا بيطلعوني من دون لون، اني ما ابغى تعطوني لون احمر او تعطوني محفزات. نرجع لورا شوي. اوكي عنا الكنار يقسم الى ثلاث اقسام، كنار الشكل، كل شيء بتشوف في عينكم كنار شكل هو بسبب التدخل البشري. اوكي بسبب مثلا التدخل البشري بنحكي فيه كمان بالحلقه الثانيه، اللي هو النورويش مثلا شو جده، طيب الفايف شو جده، طيب الكريست، طيب الجولستر، كلها تهجين، كلها تهجين، واغلبيه هي دول التهجين كانوا ممتازين فيهم الانجليز. فلذلك لكم الانجليز هو خير من اهتم علميا بهي التربيه، الطليان هن بحر الانتاج، كب خود شو بدك بعطيك انتاج. واهتموا عن حديثا على فكره بالعصر الحديث، عصر حديث يعني 100 سنه، ما هو عصر حديث يعني السنه الماضيه، لا اخر 50 سنه اهتموا الايطاليان ونجحوا في هذا الاهتمام باليوركشاير وانتجوا طيور رائعه جدا. ومن ما ننسى الجبرا ايتالوكس مشهور جدا هذا الطائر. اذا نحكي على كريست، نحكي على اليوركشاير، نحكي على النرويج، نحكي على الجلوستر، نحكي على كثير انواع هي من الانجليز، اختصاص الانجليز وتهجين الانجليز، وهن اللي اشتغلوا على هذا النوع ونجحوا. فالكنار يقسم كنار الشكل كل شيء تقريبا بتشوفوا عينكم هو سبب تهجين بشري، كنار اللون كل شيء بتشوفوا عينكم الوان هي سبب طفرات وخلل جيني بيصير بسبب تاكسد الالوان، تمام؟ الطفرات يعني الايزابيل، طيب شو اكسد؟ اوكي تخفف شوي الميلانين، يعني ما ضروري يطير طيره واحده ويهدى، لا لا هو تخفيف الميلانين على مدري شو، تخفيف الليبوكروم على من هون شوي من هون شوي بتزبط بتطلعي اوه طير معترف فيه عالميا. اوكي فهمناها. هي نرجع نعيد رؤوس اقلام الكنار وجد ما له شكل، ما في يوركشاير بالجزر الكناري،
ما في جيبوسة بجزر الكناري، ما في جلوستر بجزر الكناري. جزر الكناري فيها طير مثل طير الدوري اللي بتشوف عيونكم بالشارع، بس فقط لا غير، لونه زيتي بس. بس هذا هو بيغرد، بس ممتاز انه بيغرد. بيصير الخلل الجيني، صار في شيء اسمه تأكسد. تأكسد اللون الاسود اللي هو اسود اخضر، ضل عنا الاصفر او اسود اصفر، عفوا ما في شيء اسمه اخضر. يعني الكناري الزيتي اصله علميا اسمه اسود اصفر. لما بيتأكسد الاسود بيضل عنا الاصفر، بيتأكسد الاصفر بيطلع عنا الابيض. الابيض ما عاد في تأكسد، خلصت القصة. لذلك الابيض السائد لانه هو اللي ساد على اللون الاصفر. لذلك بتشوفوا انتم احيانا الكنار الاصفر في طرف، عفوا الكنار الابيض في طرف جناحه اصفر. من وين اجت هي؟ هذا لانه هذا الكنار الابيض اصله اصفر، تأكسد اصفر ضل عنا الابيض. لذلك بنقول ابيض سائد لابيض صائد ما خرجت ليش؟ لك لانه ما ضل في شيء يتأكسد، لانه ممكن نفوت نحن بعامل قاتل. بظن انا هيك بسطت المعادلة للابيض السائد اللي نحكي فيها الحلقة الجاية. فنحن حكينا اليوم بأهم ثلاث أصناف، كنار التيمبرادو وكنار الصوت، هي نوطات تعليمية ما بهم إطلاقا اللون فيها. هو نوع من أنواع الكناري عنده قدرة رائعة على تعلم والتغريد، يعني عندهم بيعطوه بحطوه بقفص مغلق تقريبا، بسمعوه نوطة وهي النوطة لازم يحكي. كنار الشكل تقريبا 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 جميع تقريبا ها جميع كنار الشكل هو بسبب التدخل البشري والتهجين ما بين الانواع. تماما كنار اللون حكينا عنه كيف وصلنا للاصفر وكيف وصلنا للابيض وكيف وصلنا للاحمر وكيف وصلنا للابيض السائد. طيب الابيض المتنحي، طيب هي كلياتها وصلنا لها. اوكي الحلقه الجايه حنفوت نفصل باذن الله الكنار الشكل، كنار اللون، وكنار الصوت. وما بظن كثير نتطرق لكنار الصوت لانه ما كثير عندنا اهتمام بالوطن العربي، خليني اقول ما كثير عندنا اهتمام، لكن مع ذلك رح نتطرق له بنوعا ما. بنشوفكم ان شاء الله بحلقه جديده من برنامج لازم تعرف، ومن هون لوقتها نترككم. السلام عليكم.